أهلا وسهلا فيك بالدرس الثاني عشر من تحدي 20 يوم لطلاقة اللسان باللغة الإنجليزية. يلا خلينا نكون قد التحدي بكل حماس نتعلم درسنا اليوم. حضرت لكم قصة لكنها تحتوي على الكثير من وصف للمشاعر ووصف الأحداث، وأيضا عنا إيديمز كتير حلوة. فيلا خلينا نبدأ نقول بسم الله. وطبعا للي بيحب يلاقي جميع دروس هذا الكورس ابحث عن تعلم اللغة الإنجليزية تحدي 20 يوم لطلاقة اللسان. يلا خلينا نبدأ. Let's get started. إذا كنت أقود سيارتي على الطريق عندما تعرضت لحادث سيارة. إن شاء الله الله يحمينا جميعا. خلينا نشوف كيف نقولها باللغة الإنجليزية. طبعا سوف نبدأ بالpronoun أو الناون، الاسم أو الضمير. ضمير يعني pronoun، اللي هو أنا. شو بنقول بالإنجليزية؟ يلا صرنا بنعرفها كلنا. I كنت أقود. هنا عنا شيء كان يحدث في الماضي ثم تم انقطاعه. يعني كنت أقود على الطريق، كنت أقود السيارة، ثم انقطع هذا بحادث سيارة. انقطع هذا العمل بحادث سيارة، بعمل آخر، بحدث آخر في الماضي. لهذا الحدث الذي كان يستمر ثم انقطع سوف نستعمل الماضي المستمر. فلح نقول was الرفع بي بالماضي، ثم أقود drive. هي هيك بنكتبها، لكن رح نحطها ing driving. إذا I was driving. طيب على الطريق فينا نقول down the road، فينا نقول أيضا along the road، لكن كتير بيستعملوا down the road. هذا التعبير كتير بنسمعه. طبعا ما عم يقصدوا حرفيا انه down تحت، لكن قصدهم على الطريق. ممكن في بعض الاحيان يقولوا down the road قصدهم من الشمال الى الجنوب، لكن بكتير من الاحيان قصدهم على طول الطريق. اذا I was driving down the road عندما when تعرضت لحادث سيارة. I got into a car accident. تعرضت لحادث سيارة. إذا car accident يعني حادث سيارة. ممكن أيضا نقول car crash. إذا هناك بعض الاختلافات بين car accident و car crash. car accident عادة بيستعملوها لما ما يكون الحق على حدا، يعني ما يكون الغلطة من حدا معين، لكن فيك تستعملها بمحادثاتك اليومية، تستعمل car accident أو car crash. أظن أن الاختلاف قانوني أكثر. إذا I was driving down the road when I got into a car accident. كنت في حالة صدمة. طيب هنا نوصف مشاعرنا. إذا كنت I was. كيف منقول في حالة صدمة؟ In shock. I was in shock. كنت محظوظا جدا لأنني لم أتأذى. I was very lucky يعني محظوظا جدا. لأنني لم أتأذى. I was very lucky that I was very lucky that I wasn't hurt. فينا أيضا نقول didn't get hurt. إذن I was very lucky that I wasn't hurt. Hurt تألم تأذى. إذن تفاديت مصيبة حقا. عندي هون إديم كتير حلو بدي إياك تحفظه. إذن رح أكتبه وبعدين أقرأ. I really dodged a bullet there. Dodge يعني تفادى. Bullet هي الرصاصة، رصاصة المسدس يعني. إذن تفاديت رصاصة المسدس هنا يعني تفاديت مصيبة، نستعملها
بهيدي الطريقة، مثل بمعنى زمطت، يعني لم يصبني أمر سيء. إذن I really dodged a bullet. فيك تقول I really dodged a bullet أو I really dodged a bullet there، في هذا الموضوع في هذه الحالة يعني. إذن dodge a bullet، فضل I really dodged a bullet there. إذن اتصلت بشركة التأمين، I called، اتصلت، وشركة التأمين تعني the insurance company. إذن فيك تقول the insurance company، شركة التأمين، أو فيك تقول my insurance company اللي أنت مسجل عندها. إذن I called the insurance company وأرسلوا شاحنة لسحب السيارات ليأخذوا سيارتي. إذن and they sent، وأرسلوا شاحنة لسحب السيارات بنسميها tow truck. إذن tow truck، احفظها، هي شاحنة لسحب السيارات. And they sent a tow truck. Okay، لأخذ سيارتي، ليأخذوا سيارتي. To take my car. To take my car. لقد كان الأمر مجهدا، متعبا، مزعجا جدا. إذا كيف فينا نقولها بالإنجليزي؟ بدي إياك تحفظ هذه الكلمة. إذا it was. Hassle. It was such a hassle. لقد كان الأمر مجهدا جدا. لكنني أحمد الله لأنني لم أتأذى. فينا نقول but. فينا نقول I thank God. أنا أشكر الله. أو I thank Allah. أو فينا نقول I am. I am so grateful to Allah لأنني لم أتأذى، that I wasn't hurt. إذن shock، car accident، hurt، tow truck. خلينا الآن نقرأ المحادثة كلها، الفقرة كلها على السريع، واللي حابب يعمل سكرين شوت كمان عمل سكرين شوت. كمان بدي منك تعيد القراءة من بعدي. إذا اسمعني ثم بعد كل جملة أولى من بعدي. I was driving down the road when I got into a car accident. I was in shock. I was very lucky that I wasn't hurt. I really dodged a bullet there. I called the insurance company, and they sent a tow truck to take my car. It was such a hassle. But I am so grateful to Allah that I wasn't hurt. إذن غدا مثل ما صرنا معودين بدي 5 دقائق من وقتك، فيك تعمل سكرين شوت، فيك تكتبها. بديك انت تبدأ بالقراءة ثم تجي لهالمقطع اللي عم حدد لك اياه بالتايم ستامبس، طبعا سأقوم بتقسيم الفيديو. بديك تجي لهالمقطع ترجع تسمع للقراءة تاعيتي وتقارن قراءتك بقراءتي. شكرا كثير لك لأنك عم تعلم اللغة الإنجليزية معي. إذا حابين تعلموا شيء معين بهذا التحدي، بعد في عنا 8 دروس، إذا حابين شيء معين كمان رجعوا نكتبوا لي بتعليق تحت الفيديو، وإن شاء الله بشوفكم بالدرس المقبل. السلام عليكم.